استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يعني الف مبروك دايما يا اما مشارك في البطولات بتبقى مسافر مع الفريق ومدعمه، النهارده كنت حريص انك تستقبل الفريق ودايما مجلس اداره النادي الاهلي ورا كل فرق الرياضيه. الحمد لله تكليل لكل الجهد اللي حصل الفتره اللي فاتت، الف مبروك ابطال وحاجه الحمد لله تحملوا كتير قوي، سفريه شاقه، عناصر كلها حاجه تشرف مصر وتشرف النادي الاهلي. الف مبروك وان شاء الله القادم افضل ليهم ان شاء الله. نعمل بقى ان شاء الله في اللي جاي وعندنا بطوله سوبر على طول ان شاء الله. موجود من مجلس الاداره على راسه كابتن محمود الخطيب، وكل الكلام ده موجود والتدعيم شغال، وان شاء الله ربنا يوفقنا في السوبر وفي كل البطولات الجايه.